كامون جيست هاوس أو قمر دار الضيافة هي دار ضيافة تقليدية تقع بقرية بوكشون هانوك التراثية القريبة من العاصمة سيول الكورية، وعمر هذه القرية يتجاوز 600 سنة، وقد أصبحت الآن مركزاً للثقافة التقليدية. 안녕하십니까. 네, 윤의숙입니다. 제 이름은 그리고 저는 한국 다레를 가르치는 선생님입니다. يتميز معمار الدار بأرضيات وجدران من الطين الأحمر ومسحوق الفحم، ونوافذها مصنوعة من الهانجي أي الورق الكوري التقليدي المصنوع يدوياً من أشجار التوت، مما يوفر للضيوف تجربة أصيلة من الهانوك أي المنزل الكوري التقليدي، ويسمح له أيضاً بالتعرف على التراث التقليدي لشرب الشاي. 우리 한국의 이 다레는 옛날 왕이나 양반들이 하시던 차 문화입니다. 그래서 지금은 커피 문화에 밀려서 우리도 전통 차 문화가 자꾸 없어지는 추세라서 제가 이런 거를 우리 한국 사람들이나 외국 손님들한테 자꾸 알려서 우리 좋은 차 문화를 알리려고 지금 노력하는 중이고요. 저희 게스트하우스에서도 외국 손님들이 오시면 이렇게 전통 차 문화를 제가 이렇게 알려드리는 그런 교육적인 일을 하고 있고요. 또 친구들이나 아니면 봉사활동에서도 같이 이렇게 차 문화를 하고 있습니다. خلال حصة مراسيم الشاي يجتمع الزوار داخل قاعة مخصصة للمراسيم، يجلسون متقابلين أمام طاولة طويلة تحوي جميع المعدات التي سيحتاجونها لتجربة استثنائية. مراحل تحضير الشاي تختلف حسب نوع الشاي وأصوله، لهذا فالطريقة الكورية تختلف عن الطريقة الصينية أو اليابانية، وأهم معايير الحصول على شاي مميز ذي مذاق استثنائي هي تسخين جميع الأواني التي تستعمل في مراسيم الشاي، وهو إسناد اليد التي تحمل غطاء الإبريق لتفادي ملامسة أكمام اليد لباقي الأواني. 다레는 커피랑 좀 다르게 빨리 끝내는 게 아니라 차를 이렇게 우려주는 그런 이렇게 즐거움을 볼 수 있는 그런 게 있습니다. 그래서 처음에는 이 그릇을 이렇게 데워주는 히팅 과정이 있고요. 그다음에 두 번째는 차를 넣어서 차를 우리는 과정이 있는데 우리 한국에서는 차를 아주 어린 잎을 따서 만들기 때문에 100도씨 물로 차를 우리지 않아요. 그래서 70도 내지 80도로 쿨링 다운해 가지고 차를 우리는 겁니다. 그래서 이렇게 손님을 높여주는 그런 에티켓으로 한 손으로 하지 않고 우리 한국은 두 핸드로 이렇게 해주는 그런 세레머니를 같이 보여주고 있습니다. وطبعاً احترام هذه المراحل يضمن للزوار التمتع بطعم مميز وفريد للشاي الكوري. يصب الشاي في الكأسين المعروضتين لضمان توزيع متكافئ لمكونات الشاي في الكأسين، ويقدم الشاي دافئاً مع حلوى كورية شهيرة وقطع تمر. دار الضيافة تقدم أيضاً للزوار فرصة تجربة الملابس التقليدية للثقافة الكورية والتي تسمى بالهامبوك، والتي أصبحت تلبس حالياً فقط في الأعياد والمناسبات الخاصة والأفراح. وهي فرصة مميزة تتيح للسياح تجربة فريدة تسافر بهم عبر الزمن.